تنطلق اليوم فعاليات القمة الأمريكية الأفريقية الثانية التي يستضيفها الرئيس الأمريكي جو بايدن في واشنطن لمدة 3 أيام بمشاركة 49 من القادة الأفارقة. وتخصص القمة يومها الأول لعقد منتدى القادة الشباب الأفارقة والمهجر، حيث يرفع المنتدى مشاركة المغتربين لتعزيز الحوار بين الشباب الإفريقي وقادة المهجر، بينما يخصص اليوم الثاني لعقد جلسات منتدى الأعمال الأمريكي الإفريقي، والذي تستضيفه وزارة التجارة وغرفة التجارة الأمريكيتين ومجلس الشركات في إفريقيا. ويعقد القادة في اليوم الثالث الاجتماعات والفعاليات الحكومية لوفود الدول الإفريقية.